بسم الله هنكمل. هنعمل مراجعه صغيره قوي للدوائر اللي احنا خدناها امبارح بالليل، علشان انا يعني ربنا يسر ورحت عامل ايه، ورحت راسم التوصيلات بالطريقه الفعليه. قلت امبارح او في اول الفيديو، لما الفيديو بتاع امبارح عشان ده هيبقى تكمله عليه، كنت قايل ان الحاجات خاصه باستاذ ايميل وربنا يسهل هب ارسم باقي التوصيلات. تمام، فربنا يسر امبارح ورسمته. دي الدوائر اللي احنا خدناها، اللي هو زمن السخان بيعمل بزمن محدد، ومش هخش في الشرح بتاعها قوي، لكن هنتكلم عن الدوائر اللي احنا عملناها اضافه. لما هتيجي تتعامل مع اي دايره، انا كل اللي عملته ان على الدايره اللي كانت موجوده شلت السيرموستات وحطيت سيرموستات فعلي، شلت التايمر وحطيت التايمر، شلت السيرموديسك والسخان وحطيت نفس الكلام، هنا شلت الريلي والاوفرلود وحطيتهم، شلت المروحه. في حاجه بس احنا امبارح ما اتكلمناش فيها، ان بعض الثلاجات بيبقى فيه مروحه مكثف، زي ما احنا كنا شرحنا في الدائره الميكانيكيه. لو هيبقى فيه مروحه مكثف هيبقى نفس الكلام، مروحه المكثف على طرفين الكباس. يعني خدنا في المراوح ممكن يبقى فيه مفاتيح، ممكن يبقى فيه حاجه، دي ايا كان المروحه تشتغل ازاي بتاعت المبخر. والنهارده كمان هنقول حاجات مختلفه، بس مروحه المكثف على طرفين الريلي والاوفر لود بتحط مروحه المكثف. ماشي، عشان بس الرسومات او التوضيحات احنا كنا قلناها في الدائره الميكانيكيه لكن ما قلناهاش في الدائره الكهربائيه. فاحنا انا بالنسبه لي بتعمل ايه؟ الرسمه لما تبقى رسمه فعليه بالاجزاء، بالنسبه لفي فنيين كتير بالذات اللي هم ما درسوش او ما خدوش كورسات او شغالين في الورش او اتعلموا على ايدين حد، بيبقى الرسومات الرسم النظري بيبقى بالنسبه له صعب. فالرسم العملي بالاجزاء العمليه او الاجزاء الفعليه بيسهل بالنسبه له كتير قوي في موضوع التوصيل. فانا بالنسبه لي حولت الدوائر اللي احنا خدناها امبارح، قعدت حولتها لدوائر فعليه. فانا بالنسبه لي هنا لما اخش على اي دايره ابتدي الاول، طب الثلاجه اللي داخل عليها احنا خدنا فيه انظمه كتير، وخدنا ان في انظمه ثانيه لسه هناخدها النهارده مختلفه. فانت لما تيجي تخش على ثلاجه، انا بعمل كده، اول حاجه ببتدي اخش عليها بروح جاي على الدايره الكهربائيه اللي ورا الثلاجه. واحنا النهارده انا جايب اربع دوائر كهربائيه هنبتدي نتكلم عليهم ان شاء الله ونصور. ليه؟ لان انا لما هبص على الدايره هعرف المكونات. تمام؟ فانا بالنسبه لي هنا، تعالى اعتبر دلوقتي الدايره، انت لما هتيجي اول حاجه هتبتدي تتعامل معاها ان تشوف ايه الاجزاء اللي موجوده. وبعد كده بتبتدي تشتغل دايره دايره. من اكبر الغلطات الفنيين بيشتغلوا فيها لما يجي يعملوا دواير، يقول لك ايه؟ امسك طرف ارضي ووزعه على الكل. هو فعلا يعني الكلام ده هو فعلا، ان الطرف الارضي بص واخد من الكهرباء، واخد دايره اللمبه والمفتاح، واخد دايره الكباس والمروحه، واخد دايره السخان، واخد للتايمر. بس انت لما بتيجي تشتغل بالطريقه دي في بعض الاحيان بيقع منك طرف، او ساعات بتدي الحاجه ممكن الاثنين ارضي او الاثنين كهرباء، وساعات بتحصل قفله. فالافضل ده من وجهه نظري، ممكن واحد تاني يكون شايف حاجه تانيه، طبعا الاحترام ليه. انت بالنسبه لك انا ممكن تاخد بطريقتي او ما تاخدش بيها، انا من وجهه نظري شايف ان الطريقه الاسهل، واحد تاني شايفها انها الاصعب او شايف هو طريقته الاسهل، ربنا ييسر له الحاجه. ماشي، انا بالنسبه لي شايف ان انا لما اجي اشتغل على جزء جزء، اشتغل على جزء جزء، وابتدي ان انا اشتغل احقق على كل حمل او على كل مكون ال 220. فانا عندي هنا اهو على الدايره اللي احنا كنا واخدينها قبل كده، ادي طرفين الكهرباء المصدر، طرف كهرباء دخل على السيرموستات، من السيرموستات دخل على الطرف المشترك. واحنا هنتكلم لو حد قلب ان ضرب الكهرباء ده حطه على الارض على طرف الثاني الملف، ايه اللي هيحصل؟ هنتكلم عليها في فيديو منفصل او في واحنا شغالين. ماشي، يبقى طرف الكهرباء دخل على السيرموستات، خرج من السيرموستات على طرف المشترك. عشان موتور التايمر يشتغل لازم يتحقق له 220. فهنا الطرف ده خد طرف ملف او اللي هو في نفس الوقت المشترك، خد طرف كهرباء اللي هو جاي من السيرموستات، يبقى الطرف الثاني يرجع على الارض. كده يبقى توفر على موتور التايمر 220. تمام؟ بعد كده لو انا هشتغل دايره الكباس، هبتدي طرف الكهرباء ده بعد ما السيرموستات اتحكمت فيه وبعد ما التايمر اتحكم فيه، بقى الطرف الخاص بالكونتاكت اللي هو بالتبريد هو ده الطرف البدايه، هو ده يعتبر الطرف الكهرباء بتاعي، راح على الاوفر لود.
يبقى الكباس عشان يشتغل محتاج ايه؟ خد طرف كهرباء، محتاج طرف الكهرباء التاني. طرف الكهرباء التاني تاخد من الارض. وهنا نقول حاجه، ان انا في اي ثلاجه زي ما احنا كنا شرحنا في الثلاجه البابين وشرحنا في الثلاجه الباب الواحد، قلنا ان في ست طرق لتشغيل الكباس. انت ما يشغلش بالك هو الكباس ده بكباستور ولا بغير كباستور، ليه الكتروني ليه تيار، ايا كان هو في الاخر الموتور بيشتغل بست طرق. في الاخر انت بالنسبه لك، او حتى انت بتغير موتور وكان الموتور شغال بريلي الكتروني وبعد كده الموتور الجديد جاب ريلي تيار او بكباستور او بالكلام ده كله، مش فارق. انا اللعب بتاعتي اللعب كله بالنسبه لي في ايه؟ ان الطرفين اللي جايين لي في الدايره على الاوفرلود والريلي هم دول 220. جوه بقى الكلام ده تحط اي طريقه من الست طرق اللي احنا اتكلمنا عليهم بتشغيل الكباس واحد. تمام؟ المروحه بتاعت الخاصه بالمبخر في النظام ده واخده على طرفين الكباس اللي هو الريلي والاوفرلود. لو في مروحه مكثف هيبقى نفس التوصيله عليهم. كده انا خلصت دايره الكباس. دايره السخان هاخد من طرف، لازم في كل حاجه ببتدي من ناحيه التايمر. ها؟ خد من طرف التايمر دخل على السيرموديسك، من السيرموديسك على السخان، من السخان على السيرموديسك الثاني، واحد ال 15 وال 40. وترتيب الاسلاك، ترتيب الاجزاء بتاعه السخان بتختلف من شركه لشركه. في الاخر هم توالي في النظام اللي هو الزمن المحدد، هم توالي. فيحط لك السخان الاول والاثنين سيرموديسك ورا بعض، ماشي. يحط لك الاثنين سيرموديسك الاول والسخان بعدهم، ماشي. في الاخر هي توصيل التوالي، بحيث ان السخان مش هيشتغل غير لما السيرموديسك ال 15 يحصل فيه ايه؟ يكون حاسس بتبريد ويوصل. ولو اشتغل وحصل لدع في السيرموديسك ال 15 ولا حصل اي مشكله والسخان اشتغل، مجرد ما يجيب درجه حراره ال 40 السيرموديسك الثاني هيطفي. اما بقى لو السيرموديسكين ما يعني باظوا او الاثنين لدعوا او الاثنين عملوا حاجه زي كده، نسال الفتحه للثلاجه، خلاص الثلاجه خلاص هتبقى ولعت. الى ان يشاء الله السخان يتحرق، يعني يومه اقرب. تمام؟ طبعا لمبه دايره اللمبه والمفتاح هنا دول واخدين من قبل السيرموستات، عشان في بعض الناس ممكن تغلط وتاخد اللمبه والمفتاح بدل دخل السيرموستات يبقى خارج السيرموستات. وفي الحاله دي بقت اللمبه والمفتاح بقت السيرموستات متحكمه فيها، ان السيرموستات لو فصل التبريد ايه اللي هيحصل؟ اللمبه مش هتبقى شغاله. ولو بقى نعم؟ مش هتنور غير لما السيرموستات تشتغل. ايوه. فدي دايره احنا عدلناها. خدنا بعد كده النظام الثاني اللي هو كان السيرموستات بدل ما كان على دخل التايمر بقى موجود على الارضي. الدايرة هي هي بنفس الكلام، كل الحكاية اللي انت هتبقى عارف انت شغال على ايه. فسواء كان حط لك السيرموستات على طرف الكهرباء اللي رايح على الطرف المشترك، او حط لك السيرموستات على الطرف الثاني، مش فارقة بالنسبة لك في حاجة. خدنا اللي هو المفتاح الثلاثي في الدوائر بتاعته احنا شرحناها. هنا انت لما هتيجي تعمل الدايرة دي، هنا الدايرة هي هي، الاختلاف كله كان في ايه؟ ان بدل المروحة ما كانت متوصلة على طرفين الكباس، بقى طرف واحد متوصل على طرف الكباس والطرف الثاني واخد منين؟ من المفتاح. وهنا اهم حاجة انك تعرف تختبر المفتاح. طب انا هختبر المفتاح ازاي؟ انا معايا ثلاث اطراف. في حالة ان الثلاث اطراف دول، عشان لو انت عكست في ترتيب او في اختبار المفاتيح هيقلب معاك الدايره. طب انا اختبر المفتاح ازاي؟ انا معايا المفتاح بثلاث سلكات. طبعا في مفاتيح بيبقى مكتوب عليه كومن، نورمال اوبن، نورمال كلوز، ان سي ماشي. فانا اختبرهم ازاي؟ الموضوع بسيط، المفتاح وهو بره، يعني هو انا ماسكه بايدي كده مش دايس عليه، المفروض ايه اللي يبقى شغال؟ اللمبه. ما هو معنى ان هو مش متداس عليه يعني الباب مفتوح. يبقى لمبه الثلاجه هي اللي شغاله والمروحه فاصله. فانا هنا بالاف وهروح اشوف الطرفين اللي هيقيسوا مع بعض. تمام؟ عرفت ان الطرفين مثلا دول اللي قاسوا، يبقى الطرف الثاني هو المروحه اللي فاصل. تمام؟ ما اسكتش على كده، لازم اروح اعمل ايه؟
اروح قالب الوضع، اروح دايس عليه واشوف الطرف اللي كان فاصل اسمع مين، ها، والطرف اللي هيكون اسمعاه هو هيكون طرف الرئيسي او طرف الكمل. تمام؟ تمام. عشان لو انت قلبت زي ما احنا خدنا امبارح وزي ما اتكلمنا ان اي لخبطه او اي حاجه في دايره المروحه او الثلاجه بتتلكك، اي حاجه الثلاجه هتعمل تلك. تمام؟ كان في دايره خدناها ان اللمبه في مفتاحين. ده كان هنا اللي احنا خدناها ان الثرموستات اللي هو التايمر يعمل باستمرار. هنا التايمر يعمل باستمرار خلى الثرموستات على دايره الكباس بس. والتايمر هنا ما بي ده شغال 24 ساعه. ندي بس حاجه، نقول حاجه ما قلناهاش امبارح ودي انا هقولها بالخبره مش بالفهلوه عشان برضو نفرق. التلاجات دي دلوقتي اللي بقت موجوده ما بيشتغلش بالنظام ده. اغلب التلاجات اللي موجوده في السوق المصري دلوقتي ما بيشتغلش بالنظام ده. طب النظام ده كان موجود او ممكن يقابلك؟ كان ممكن يقابلك. انا كان بيقابلني برضو مش هعمم، كان بيقابلني في موديلات من الموديلات الامريكاني، ويستنج هاوس، وايت ويستنج هاوس، ادميرال، الحاجات الامريكاني دي. وكان طب ما هو كده التايمر في، هل في حاجه هتفضل شغاله؟ التلاجه ممكن مثلا تفضل شغاله 20 سنه. هل في حاجه في معده ممكن تفضل 20 سنه شغاله على الفاضي من غير ما تفصل؟ المفروض لا. بس هو كان بيعتمد في الموديلات دي ان كان بيحط التايمر جوه كابينه الثلاجه بحيث ان هو موجود في درجه البروده، فالملف مش هيسخن ولا الكونتاكتات هتسخن ولا هيحصل حاجه. يعني في الموديلات اللي كانت التايمر يعمل باستمرار مباشر على طول، ها، انا لما كنت يعني كانت بتقابلني في الموديلات القديمه، لان خلاص النظام ده مبقاش يعني ما قابلنيش حاليا، ما قابلنيش بقى لسنين، وما كانش بيقابلني غير في زي ما قلنا في الحاجات الامريكاني. وكان بيبقى التايمر موجود في علبه اللمبه، وساعات كان بيبقى موجود في علبه جوه الثلاجه. تمام؟ في ثلاجات بيبقى فيه مفتاح للكابينه ومفتاح للفريزر. ادي اهو كل مفتاح منهم لوحده. حاولت ان انا اعمل زي ما عملنا في الثلاجه الباب الواحد والثلاجه البابين، ان ارسم رسمه فعليه. يعني ايه رسمه فعليه؟ اللي هو زي ما عملناها في الثلاجه الواحد والبابين، اللي هو الثرموستات فوق والموتور تحت والكابل كام والكلام ده. بس لقيت ان انا كده ممكن اكون بصعب على الناس او بصعب عليا. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي زي ما انتم شفتوا كل ثلاجه فيها نظام، يعني ممكن الدايره دي تمشي، ها، تبقى موجوده في اكتر من ثلاجه، بس هنا حط الثرموستات في الكابينه، هنا حط الثرموستات في الفريزر. هيفرق؟ هيفرق. كل الخلاصه عشان ما صعبش الموضوع على الناس، انت افهم الدايره بمكوناتها سواء بالرسم النظري او بالرسم الفعلي اللي انا عامله دوت. وفي الاخر انا لما تيجي تشتغل في ثلاجه زي ما احنا هنعمل على الثلاجه هنا عملي، ها، بس مش هعرف اصوره، ها، لان مش هيفيد الناس في حاجه، يبقى اسلاك خارجه وبس. فده ما نيجي نشتغل على الثلاجه، ان انت هتشوف لو حد لعب في الثلاجه هتقرا الدايره تعرف هي بأني نظام، او لو انت هتعمل تعديل عليها. فبتعمل ايه؟ فين اطراف السيرموديسك خارجين من جوه؟ ده السيرموديسك 15، ده السيرموديسك 40، ده السخان، ده سخان الحوض، ده اطراف التايمر تبقى واضحه طبعا سواء تحت او اي كان مكانه، ده اطراف المروحه، ده اطراف الكبات. بتجمع الدايره وبتقول انت، ودايما في الثلاجات المفروض تعمل لك مكان مجمع لك فيه الاطراف كلها، سواء كان جنب الموتور او سواء كان في ظهر الثلاجه زي ما في كرياز وزي في موديلات كتير. فانت بالنسبه لك بتعمل ايه؟ انا عندي طرف الكهرباء رايح على السيرموستات، ايا كان طرف الكهرباء هو جاي من تحت، هشوف السلكه اللي طالعه بيه توصله لفوق وراح موصله على السيرموستات، سواء كان داخل على الكابينه او سواء كان داخل في الفريزر. هبتدي امشي الدايره اللي انا عملتها. خلاص احنا في الباب الواحد والبابين فهمنا ان مجرد حته تطويل اسلاك، ولا حد عنده مشكله فيها؟ ماشي. فهي في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ انت كل اللي بتعمله بتختار الدايره اللي انت هتشتغل عليها وهتروح عامل ايه؟
وتبتدي تمشي بيها كاطراف زي ما انت كنت بتعملها على البنك هنا كده زي ما انت اشتغلتوها امبارح واشتغلتوها من شويه ان طرف كهرباء داخل على الكباس كان الكباس جنبه اسف داخل على السرموستات كان السرموستات جنبه كان السرموستات بعيد كان السرموستات في الشارع كل هتعملوا ايه تطويل اسلاك في مشكله وقفنا امبارح على التايمر الخمسه طرف اقفل بقى الفيديو ده